المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقدمت بخمس طعون ضد قرار رئيس مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المتهمين في ثلاث قضايا بشكل أساسي، وهي القضايا أرقام 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة، و316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وهي القضية أيضا معروفة باسم مكملين اتنين. اللي حصل ان رئيس مصلحه السجون اصدر قرار بمنع المتهمين وذويهم في القضايا دي وفي غيرها من القضايا من ممارسه حقهم في الزياره من اكتر من سنه، وده بالمخالفه لاحكام الدستور والقانون، وبيتم تجديد هذا القرار كل 3 شهور حتى الوقت الحالي. من بين القضايا دي زي ما قلنا القضيه المعروفه اعلاميا بمكملين اتنين، وفيها بالمناسبه 7 صحفيين محبوسين على ذمتها، هم احمد عبد العزيز وحسام السويفي واحمد ابو زيد واحمد السخاوي واحمد بيومي واحمد الطوخي ومحمود مبروك، بالاضافه ايضا لمحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القويه. والحقيقه انه زي ما اتكلمنا قبل كده على فكره التريض، وكان معانا محمد نبيل وكان معانا طاهر مختار، واتكلموا عن انه ازاي حق التريض ده اصلا اللي هو حق بيكفله الدستور وبيكفله قوانين السجون ولائحه السجون نفسها ما بيتمش الحصول عليه، ما بيتمش الحق في تلقي العلاج المناسب داخل السجون. دلوقتي شايفين ناس بترفع قضيه عشان في ناس بقى لها اكتر من سنه بدون مبرر ممنوعين عن الزياره او ممنوع عنهم الزياره. خلونا نرحب عبر الهاتف الاستاذ رمضان محمد المحامي واحد مقيمي الدعوه. استاذ رمضان اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم واهلا بالساده مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. يعني يمكن احنا اتكلمنا في المقدمه بشكل عام عن القضيه، حطينا اكتر في التفاصيل. طيب الحقيقه انه حق الزياره هو حق من ضمن مجموعه حقوق كفلها الدستور والقانون للمحبوسين احتياطيا والمسجونين اللي بينفذوا احكام. الماده 42 من الدستور نصت على انه كل انسان يقبض عليه يجب ان يعامل معامله تحفظ عليه كرامه الانسان، ولا يجب ان يؤذى بدنيا او معنويا، والمنع من الزياره هو من قبيل الاذى المعنوي. ايضا قانون تنظيم السجون نظم حق الزياره في المواد من 38 للماده 42 منه، وفصل دوت فصل الحق دوت لائحه تنظيم السجون اللي نظمت حق الزياره في اكثر من 10 مواد من الماده 33 للماده 42 من لائحه تنظيم السجون ولائحه تنظيم السجون المركزيه. الحقيقه انه من ما يقرب من 9 اشهر او يزيد عن ذلك قام بعض الاهالي في بعض القضايا اللي سيادتك ذكرتها منذ قليل بمحاوله زياره ابنائهم في السجون، لكن فوجئوا بمنعهم من قبل اداره السجون المودع فيها ذويهم، على سند من القول انه صدر قرار من السيد اللواء مساعد وزير الداخليه لقطاع مصلحه السجون بمنع الزياره عن هذه القضايا. طبعا قرار المنع هو قرار اداري صادر عن جهه اداريه، باعتباره هو قرار بيحدث اثر قانوني وبيؤثر على المراكز القانونيه وبيؤثر على الحقوق المكفوله للافراد بموجب الدستور والقانون. القانون اوجب انه يتم اطلاع الافراد على هذا القرار او ينشر بشكل علني من حتى يقف الافراد على اسباب القرار، واذا لم يكن للقرار سبب يوافق القانون يكفل للافراد الحق في الطعن عليه. الحقيقه انه اهالي المسجونين لم يمكنوا من الاطلاع على قرار رئيس مصلحه السجون، فقاموا بارسال مجموعه من الانذارات للسيد مساعد وزير الداخليه لقطاع مصلحه السجون بيخاطبوه فيها وبيطالبوه فيها بتمكينهم من اداء حقوقهم القانونيه والدستوريه من زياره ذويهم في السجون. واذا لم يكن ذلك يعني محل تطبيق وتفعيل جاز لهم ان يستخدموا حقهم الدستوري في الطعن على هذا القرار باعتباره قرار اداري مخالف لقواعد قانونيه اعلى منه وهي اللوائح والقوانين والدستور. الحقيقه انه مجلس الدوله المصري توسع في مفهوم القرار الاداري وادخل عليه ما يسمى بالقرار السلبي بالامتناع، والقرار السلبي بالامتناع معناه هو امتناع جهه الاداره او قعودها عن اتخاذ قرار او اصدار قرار معين بيوجب عليها القانون اصداره إذا ما توفرت الشروط التي تطلبها القانون، وإذا ما توفرت الصفة والمصلحة في طالب يعني مش إنه القرار. خد قرار بس إنه فأنت تطعن عليه، لكن إنه خد قرار سلبي إنه من حقك تعمل كذا وهو ما عملوش، الامتناع ده في حد ذاته برضه ممكن تطعن عليه.
بالظبط يا فندم، هو القرار الصادر من رئيس مصلحة السجون بمنع الزيارة عن القضايا اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل وغيرها من القضايا لم يمكن الأهالي من الاطلاع عليه، وبالتالي هم استخدموا حقهم في إنشاء قرار آخر، وهو قرار صادر عن جهة الإدارة سلبا بامتناع عن إعطائهم الحق القانوني ليهم في زيارة ذويهم داخل السجون. الحقيقة إنه زي ما ذكرت قبل كده إنه الحق في الزيارة ومراسلة المسجونين لذويهم هو حق أصيل كفله القانون والدستور وتوجهه المشرع لما نص على النصوص العقابية، لأنه النصوص العقابية لم يبتغي بها المشرع العقاب البدني للمساجين، وإنما ابتغى به إعادة تأهيل المسجون لإعادة دمجه في المجتمع بوصفه مواطن صالح. الحقيقة إنه منع الزيارة ومنع المتهمين من زيارة ذويهم ومنع ذويهم من زيارتهم ده بيؤدي إلى نتيجة عكسية، ده لا يؤدي إلى إصلاح المتهم. زي ما قلت لحضرتك إنه أهالي المتهمين تقدموا بإنذارات إلى رئيس مصلحة السجون، الحقيقة لم يرد عليهم ولم يصدر قرار من رئيس مصلحة السجون معاكس للقرار الصادر بمنعهم من الزيارة، وبالتالي كان للأهالي الحق في إن هم يقيموا طعون أمام محكمة القضاء الإداري المصرية بالطعن على هذا القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون من تمكينهم من ممارسة حقهم القانوني والدستوري في زيارة ذويهم بالسجون في القضايا المذكورة. تم رفع 5 طعون في القضايا 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، كانت من قبل مقيدة برقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة، وأيضا القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة. وطلبنا في هذه الطعون الخمسة في شق عاجل منه القضاء بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مصلحة السجون بمنع الزيارة في القضايا المذكورة وتمكين الأهالي من زيارة ذويهم بالسجون إلى حين البت من قبل محكمة القضاء شكل الإداري في الموضوع. موضوع الطعن وإلغاء القرار وإعادة الأمر إلى طبيعته من تمكين الأهالي من زيارة ذويهم. أنا بشكرك أستاذ رمضان محمد المحامي الحقوقي، وبالتأكيد هنتابع معاك تطورات هذه القضية أولا بأول. شكرا جزيلا.